خضة صغيرة بربيها على إيدك. أنا وقت بهالعمر هذا تزوجت أنا صفر اجتماعية. حوالي 12 مليون فتاة تتزوج سنوياً تحت سن 18 عام في العالم. الزواج المبكر فكمان بيساوي بلوغ مبكر. قرار من أمي، لأنه أنا أمي كمان كانت منفصلة، فأنا عايشة مع ماما. فالأم بدها سند وهي بدها سند. يعني أنا اتطلقت بالحمل. معلش، بيكون كبير بيدللك، بيبقى بيحتويكي. اللي بتعرف تتزوج بتعرف تعمل كل شيء، هاي الكلمة اللي حرقت قلبي إلى الآن. يعني الزواج هو الحل الأنسب. المشكلة إنه دائماً الفرج هو الزواج. رقية عمرها 16 سنة، هل هو عمر مناسب للزواج؟ طوق نجاة على تلفزيون سوريا.